هل يجوز التختم بالعقيق علما بأن به رسومات طبيعية؟ العقيق ما هو، أما التختم بالذهب لا يجوز للرجال، وأما التختم بالفضة إنه يجوز، إذا جاز بالفضة جاز بالعقيق وغيره، لكن من غير إسراف. والرسوم إذا كانت رسوم صور ذوات أرواح لا يجوز، أما إذا كانت رسوم أشياء غير ذوات الأرواح فلا بأس بذلك. نعم.